تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، لعلنا جميعا نعاني من هذا الوباء وتداعياته، والناس يشعرون بضيق شديد. هناك من يشعر بمرض وسقم وعلة، رأينا الناس مرضى والناس يبحثون عن الدواء، ورأينا هناك من توفي الله يرحمهم. والحمد لله مغربنا العزيز عدد الوفيات ضئيلة وضئيلة جدا جدا بالمقارنة مع الدول الأخرى عظمى، ورأينا أناس يعانون من الفقر ومن الحاجة، ملقوا طعام لا شراب، مع العلم أن كاين تضامن واسع وكاين الحمد لله تكافل كبير. وهناك من يعاني من الوسوسة والخوف والهلع، وهناك من العائلة ديالو بعيدة، عائلته في قارة وفي قارة وينتظر أن يلتقي الأحبة، وهناك من عنده مشاكل لا يعلم قدرها إلا الله. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام في ختام هذه الحلقة أننا نتوجه إلى المولى عز وجل بالابتهال وبالتضرع، ونتوسل إليه بكلمة لا إله إلا الله لكي يفرج عنا وينفس عنا. فنقول جميعا بعد أن نستغفر المولى، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، نزكو في السماء ونتخشع بالقلوب ديالنا ونستجمع الطاقة الإيمانية في صدورنا، ونتوجه إلى المولى وندعوه في مقام الإحسان، كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. كل واحد منا يحرص على أنه يستحضر أن الله أمامه، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأن الله مجيب. فنتوسل إلى الله بأحب الأسماء إليه، بلا إله إلا الله اللي هي مفتاح الجنة، واللي هي الكلمة الطيبة، واللي هي سر الوجود. بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، رب العرش العظيم، لا إله غيرك، تنزيها لوجهك وتعظيما لسبحات قدسك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا،
لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، نسألك بجلال لا إله إلا الله، ونسألك بعظمة لا إله إلا الله، ونسألك ببركة لا إله إلا الله، ونسألك بنور لا إله إلا الله أن ترفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم احفظنا من الغلاء، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم شافنا وشاف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. يا الله يا الله يا الله، نتوسل بكلمة لا إله إلا الله، وسر لا إله إلا الله، وعظمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا فرجنا يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام، فرج همومنا، نفس كروبنا، ادفع عنا هذا الوباء، ادفع عنا هذا الوباء، نجنا من كل بلاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. يا الله يا الله يا الله، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا الله، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا الله، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا الله، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا الله، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا الله، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب يا الله. سبحانك ربي الأعلى الوهاب، سبحانك ربي الأعلى الوهاب، سبحانك ربي الأعلى الوهاب يا الله. اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم احفظنا يا حفيد، اللهم استرنا يا ستار، اللهم اكرمنا يا كريم، وجد علينا يا جواد، وارحمنا يا رحيم، والطف بنا يا رب العالمين. يا الله لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج. والحمد لله
الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا، اللهم نفس كربنا، اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء واحفظنا من كل بلاء. يا رحمن يا رحيم عجل لنا بالفرج. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وشافنا وجميع المؤمنين. يا الله يا الله يا الله. إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. إلهنا خالقنا بارئنا ربنا ومولانا، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، نحن بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. يا الله يا الله يا الله. اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم ادفع عنا هذا البلاء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء. يا قادرا على كل شيء، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بقوة لا إله إلا الله، وبجلالة لا إله إلا الله، وبعظمة لا إله إلا الله، وبسر لا إله إلا الله، نتوسل إليك يا مولانا يا خالقنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، أحدا وصمدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، أحدا وصمدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، ربا وشاهدا، أحدا وصمدا. لا إله إلا الله ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ونحن له عابدون. لا إله إلا الله ونحن له راكعون. لا إله إلا الله ونحن له ساجدون. لا إله إلا الله ونحن له قانتون. لا إله إلا الله ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. يا الله يا الله يا الله. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك،
إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله يا الله يا كريم اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا بخطايانا، اعترفنا بزلاتنا. يا الله يا الله إنا على بابك واقفين، إنا على بابك واقفين، وعلى عتبتك ساجدين وخانعين. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إليك فوضنا أمرنا وعليك توكلنا، يا أرحم الراحمين. إليك فوضنا أمرنا وعليك توكلنا، فارحمنا برحمتك الواسعة. لا إله إلا الله، ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلق الله ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله، ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله، ونستغفر الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت. بيده الخير، بيده الخير، وإليه المصير، وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سبحان الله خضوعا لعظمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله الله يا الله، يا من لا تراه العيون ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يصفه الواصفون. اللهم اجعلنا من الصابرين على بلائك، واجعلنا من الشاكرين لنعمائك، ولا تجعلنا من القانطين، ولا تجعلنا من اليائسين. يا الله يا الله، إنا ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا الله يا الله، يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة. يا الله، يا من دلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة. يا الله، نعوذ بكرمك من غضبك، ونعوذ من
ونعوذ بكرمك من غضبك ومن نسيان ذكرك. أجرنا يا مولانا من عقوبتك وسخطك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن المستغيثين المستجيرين، نحن المستغيثين الوجلين، نحن المستغيثين المشفقين، نحن المستغيثين المعترفين بذنوبهم. يا الله يا الله، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء، وندعوك يا مولانا دعاء من خضعت لك رقابهم وفاضت لك عبراتهم ودلت لك أجسامهم ورغمت لك أنوفهم. لا تجعلنا يا مولانا بدعائك أشقياء، لا تجعلنا بدعائك يا مولانا أشقياء، لا تجعلنا بدعائك يا مولانا أشقياء. وكن بنا رؤوفا رحيما، وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. يا الله يا الله، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. يا ربنا إننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى. يا الله يا الله، ادفع عنا هذا البلاء، ادفع عنا هذا الوباء، ادفع عنا هذا البلاء، ادفع عنا هذا البلاء. ببركة وسر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.